يا الله هذا بالزهر كتير زاكي. خذ دوقي. يا الله كتير. يا مكتير زاكي يا الله بحب هذا كمان. شيء لدي. تفضلي. خلص يا أختي بديش مش قادر. أنا بدي أروح ألعب على المرجحة. بدي أروح ألعب على المرجحة لأنه أنا كتير شبعت. شو بدكم يا بنات؟ شو جيات؟ بدنا نروح نلعب على المرجع، ايش رايك تيجي معنا تلعبي؟ طب طب يلا منيجي احنا ونتركي حالي. يلا هلي انا رح اركب على هذا الكرسي. يلا انا بدي امسك الكرسي وبدي اركب. متني امل منين؟ متني اقعد يا لنا على كرسيك. ايوه بدي هذا انا بحبه. يلا بورك يا ليالي كرسي اختارها. يا الله هلا راح تبدا تلف المرجوحه. انا على اي كرسي بدك تركبوا قاعدين؟ خلاص بقعد على هذا الكرسي. يلا كثير قبالي يا رجال. هلا المرجوحه راح تبدا تلف. واحد اثنين ثلاثه. مال اختك؟ وقعت من على المرجوحه. طب حطي عندك حطي عندك. ايش مال اختك؟ والله طحت من على المرجوحه. نلعب مع بعضينا. فيك رجلي حسيتها. خلص خلص يا نانا خلص. هذه رجلها مجروحه. خليني اشوف لها لفه هي. يعني مش مقصوره؟ لا لا مش مقصوره. خلص يا خلص بدون صوت بدون صوت. يا ما يا خلص 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 يا ما يا بس بعد هيك ما تخلاش تلعب على المرجين لانه المرجين لما تلعب بتخسر رجل. هذه المره ما انكسرتش بس المره الجايه ممكن تنكسر وتعمل له عمليه وتدخلوا فيها بنتيجه وبعدين ممكن تصير معاقه ما تمشيش. هات بالك عليها وقت ما تودي على المرجين. يلا خذيها وروحي.